خلونا نختم اخبارنا الزملكاويه معاكم. ولبت بقى بعثه الفريق دعوه نبينا الحسيني سفير مصر في دوله انجولا لحضور حفل العشاء في منزلها قبل مواجهه سجرادة الانجولي، وتواجد في حفل العشاء من بعثه الزمالك كل من رامي نصوحي عضو المجلس ورئيس البعثه، ومعاه كابتن احمد سليمان واحمد خالد حسنين عضوي مجلس الاداره، وايضا العميد احمد حسني المدير الاداري للفريق والبعثه الاعلاميه المرافقه للفريق هناك. وحرصت نبيل الحسيني على استقبال البعثه في حضور برهان عامر قنصل مصر في انجولا وعدد من موظفي السفاره اللي موجودين هناك. ويعني نقلت بعثه الزمالك تحيات مجلس الاداره برئاسه الكابتن حسين لبيب الى سفيره مصر في انجولا بعد مجهودات السفاره يعني الكبيره اللي ذللت كافه العقبات امام فريق نادي الزمالك هناك. وقدم رامي نصوحي رئيس البعثه درع وعلم نادي الزمالك الى السفيره نبيله الحسيني في نهايه حفل العشاء زي ما انا بقول اللي كان موجود في منزل يعني سفيره مصر في انجولا. وزي ما انا بقول لكم وجود اعضاء مجلس الاداره مع طبعا سياده السفيره نبيله الحسيني كل دي برضو حاجات بتسهل الى شكل كبير وحد كبير على كل افراد البعثه اللي موجودين هناك سواء لعيبه او جهاز فني بالنسبه لنادي الزمالك، ويريحوهم بشكل اكتر من خلال تواجدهم هناك في انجولا. وزي ما انا قلت قبل كده في المقدمه برضو يعني يا جماعه اما يكون كابتن احمد سليمان واعضاء المجلس موجودين ده بيدي برضو ثقه وبيدي اريحيه وبيدي كل حاجه ايجابيه مع فريق نادي الزمالك. الاجتماع الفني برضو عقد من دقائق اللي هو بيخص مباراة نادي الزمالك. الزمالك هيرتدي الزي الأبيض بالكامل، الشورت الأبيض والتيشيرت الأبيض، وحارس المرمى هيرتدي اللون الأصفر إن شاء الله بالنسبة لبكرة في مباراة سجرادة الأنجولي. ويمكن الاجتماع يعني خلص منذ قليل، إن شاء الله يبقى معانا على مدار اليوم من خلال شاشة قناة نادي الزمالك.